է խուճապային տրամադրություններ, որոնք փաստվում են նաև նրանց խոսակցությունների տրամաբանությամբ։ Հաջի օքսեմ բիլլա ալ-ադիմ լա տիջի օքսեմ բիլլա ալ-ադիմ լա տիջի շաբա հադա լա արֆ իսմու լա արֆ իսմի բաս մաանա كل الكلام كذب معارك معلم شي يتشقف شي يموت شي تحت الانقاض لحد الان ما قدرنا نطلعه المفقودين اللي عندنا صار يجي 30 35 واحد هذول ما نعرفه ميتين لطيبين ظلم بالمعركه الميتين صاروا 35 الجرحى فوق 70 واحد شغله مي لعبه اقسم بالله العظيم الشغله موت يا حجي موت دير بالك يا ابو وليد دير بالك خلي حدا يجي ليك الزلمه اقسم بالله لا بعرف ولا بيعرفني والعالم هون في 100 واحد 100 واحد بده ينزلوا ما بيخلون ليكون قاعدين لا بيشتغلوا ولا شيء يعملوا شيء خالص. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شلونك يا ابو وليد؟ معلم بالنسبه لاذربيجان لا تخلي حدا يطلع لهم خالص. الوضع مو نظامي خالص، الوضع معارك يعني شغله كبيره معاركون. اقسم بالله العظيم كل يوم هون عاد موت 40 و50 واحد. يشهد الله ومصابات اصابات شيء لا يوصف. المشافي عبياني اقسم بالله كلها سوريين ولا اذربيجاني حيفوتها معركه. ماشي توكل توكل على الله يا ابوي توكل على الله يا طيب والله العظيم تبهدلنا تبهدلنا يشهد الله تبهدلنا بهدلي الله مولاي يشهد الله العالم كلها كلها امبارح هون بدها تنزل يعني كلها ضايجه العالم كل هذا اللي عم بموت وهذا اللي عم بينقطع راسه وهذا عم بينقطع اجره والغوم ودنيا يعني العالم من يومين اقسم بالله كلها نزلت بدها تنزل ما نزل ولا واحد اقسم بالله صاحب علينا سلاح يشهد الله عشان ما واحد يحكي غصب عنا عم ياخذونا على معارك وغصب عنا عم Обнизуна اجتماعات ودنيا غصب عنا هون غصب معلم كل شيء غصب Подпишитесь на канал и будьте в курсе важнейших развитий в Армении и регионе.